هنا تأتي أهمية العلاج والاهتمام بهذه المضاعفات قبل الوصول إلى القصور الوظيفي. كي تكون هكا اوسبيتاليزي ولا تكون تبع للميدسان هما لي ديسيديو الشيما، من بعد يورو لك وقتاش تزيد الانسولين وقتاش تنقص وقتاش تقدر انت كما نقولوا تعالج روحك بروحك وقتاش لازم تجي عند الميدسان باسكو يولي الشيما ولا النوع تاع الدواء ولا الكميه تاع الانسولين اللي ياخذها سواء ما تفيدش سواء ما هيش كافيه، بالك يضطروا يغيروا كاع النوع تاع الانسولين ولا يعاودوا باك يريغليو ولا لي زونيتي ولا يديروا حوايج وحد اخرين معاه ولا يزيدوا اقراص معاه. سمع عندي 10 سنين مع السكر وقبل ما كنتش نعالج، من المدة هذه لاباس الحمد لله، وليت نتبع ونشوف مع الطبيب ونشوف الانسولين ما الانسولين راني ندير فيها المدة هذه مش كيما قبل، دوك حسيت روحي ريحت لاباس الحمد لله ومع الحركة ولاباس يعني خير من قبل. ونوصي الناس يعني اللي مراض ولا حاجة، الصحة هي الصحة. يسعى اليوم العالمي للسكري المصادف للرابع عشر نوفمبر من كل عام، وهو تاريخ حدده كل من الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية لإحياء ذكرى ميلاد فريدريك بانتين الذي أسهم مع تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، علما بأن تلك المادة باتت ضرورية لبقاء مرضى السكري على قيد الحياة، كما يهدف أيضا إلى تعزيز الوعي الصحي لكل مصاب أو كل شخص معرض مستقبلا للإصابة بهذا المرض وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من الخدمات الصحية والتثقيفية. احنا جينا اليوم لوبيتال مايو، جينا في حملة تحسيسية، جينا في حملة تحسيسية ضد مرض السكري. احنا حبينا نديرو اون فيزيت للناس اللي راهي اوسبيتاليزي كونسيرنون لو ديابيت مرض السكري، وجينا مع لي بروفيسور باش نسمعوا باش نديروا الحمله التحسيسيه هذه، نسمعوا واش راهم يهضروا لنا، نفهموا بيان مرض السكري شنو هو باش حنا ثاني نعرفوا واش نهضروا مع الناس اللي مرض السكري وما الناس اللي ماشي مرض السكري، باش تعرف مرض السكري هذا لي سيمبتوم تاعو وطرق اجتنابه وطرق الوقايه منه.